طبعا احنا هون في شيء اسمه شارع اسمه بيريدج، هذا هو الفيفث افنيو، الشارع الخامس في بيريدج. هذا شارع عرب كمان، مثل شايفينه هون مكتوب هير ستايل، جوهرات الاهرام، الجمعيه العربيه الامريكيه في نيويورك. هون مثل محل تجمع تجديد التأمين مثلا او كذا، ممكن اي واحد بيجي جديد ممكن يجي عندهم يسأله. هون كمان اعلانات اللي بده مثلا اي شيء يحتاجه. طبعا نحن هون انا كنت داخل الجمعيه العربيه الامريكيه، وحلاوتهم جماعه صراحه كويسين كثير، عندهم محاميه بتعطيك شو بدك تسال شغلات قانونيه بيجاوبوك عنها ببلاش فور فري، وبنفس الوقت ممكن يقدموا لك اي نوع من انواع المساعدات اللي هي مثلا بدك تفتح تامين، بدك تسوي هيك شغلات، هي كلها مجانا. فالجماعه هون في بيريدج فيفث افنيو، بإمكانك تجي وتشوف إذا عندك أي مسائل قانونية راح يسألوك وينصحوك فيها. مشاكل هولندا كمان في نفس الشارع، هون فيفث أفنيو كمان قهوة عربية أصلي، هون قناة الجزيرة تشرب قهوة تركي إذا بدك تأرجل مع العم حسمة. صراحة الوضع تمام التمام، بيريدج اسمها قهوة بيت حنينة، شي مرتب وشي ظريف لازم تزورها. طب ما شايفين بالقهوة هون الناس من كل الجنسيات العربية مجتمعوا مع بعض، من اليمن، من فلسطين، من الأردن، من سوريا، من كل مكان مجتمعوا مع بعض هون، وبيحكوا لهجة واحدة، وبنفس الوقت بيسألوا بعض. لا غلبت هذا أفراد بلعبوا ورق، بشربوا قهوة تركي، كل شيء تمام.